قلنا هنقارن ما بين كل عيون بالنسبه للبنت اللي جايه تخرج لعندها مشكله اكوميشن بتكون اياب خلاص مش كده؟ اذا لما اقول ديفينيشن اوف هايبرميتروبيا هقول ذا كونديشن اوف ريفراكشن اكوميشن كومبليتلي ات ريست انسيدنت بارلل راي از فولينج اون ذا ارت والكاميرا بوينت اوف فوكس فين؟ بيهايند ذا ريتنا. حلو كده؟ اذا الريز الفرق اللي هتقع عليه هتتجمع بيهايند ذا ريتنا وبالتالي احنا اتفقنا طالما ريز بارلل يعني مفيش اكوميشن. لكن خليني بقى عشان نعرف العين دي بتشوف لحد فين هنفترض الافتراض الثاني اللي احنا اتفقنا عليه ان انا طالع ريز منين؟ من الريتنا. يلا نطلع ريز من الريتنا نشوف هتوصل لحد فين. ايه رايكم لو طلع ريز من الريتنا بالنسبه للعدسه دي بدايه الريز اقرب للنقطه دي ولا لا؟ عشان اتفقنا اي عدسه في الدنيا ريز بتقع عليها بارلل بتجمعها في نقطه. لو طلعت ريز من النقطه دي اطلع الناحيه الثانيه بارلل يبقى القانون خلاص. اذا لو طلعت ريز من هنا هطلع ناحية تانية بارلل بس انا اكيد ما يهمنيش اطلع ريز من نقطة ورا العين اصلا مش كده؟ انا يهمني اطلع منين؟ من الريتنا. الريتنا بالنسبة للينس اقرب من النقطة دي وطالما المصدر الضوء بتاعي او مصدر الريز اقرب من الباين دي يبقى الريز اكيد هتروح على اللينس اصعب مور دايفرجن مش كده؟ احنا قلنا طالما مصدر الضوء قرب من العدسة الريز وقعت على العدسة مور دايفرجن اذا الريز هتيجي من الريتنا على العدسة مور دايفرجن ذان الريز اللي هتيجي من النقطة دي. انا قلت لو اتفقت معاكم ما يفرقش معايا انا اطلع ريز من هنا هيفرق معايا اطلع ريز من الريتنا. طب الريز بقى الاصعب اذا كان الاسهل اتفقنا من هنا هنطلع بارلل. طب الاصعب هيطلع دايفرجن بس ليس دايفرجن لما دخل يعني هدخل العدسه كده هطلع كده لكن ستيل هيطلع ايه من العين هيطلع اللايت ريز دايفرجن. طب ايه رايكم الريز اللي طلع دايفرجن وارد تتجمع في الاتجاه ده؟ كل ما هيمشوا كل ما هيبعدوا جدا عن بعض. اذا لو انا عايز الريز دي تتجمع بالعافيه اذا لا يوجد احتمال غير ان انا اشد الريز دي في عكس الاتجاه دي كلها. يعني اذا هنسى بقى ان دي عين هنسى الاخضر ده ريز هشدهم وبالتالي لما هشد الريز دي لا يوجد احتمال غير ان هم هيتجمعوا كده. نقطة وهمية خيالية لا وجود لها عكس اتجاه خروجهم وبالتالي هتبقى نقطة وهمية behind the eye وعليها virtual point virtual point virtual يعني خيالي أو مش موجود أصلا. إذا الفكرة اللي أنا عايزك تفهمها كويس قوي إن الريز اللي طالعة من الريتنا في العين الهايبرميتروبيك هتطلع diversion therefore they will not meet in this direction لكن هيتقابلوا في الاتجاه العكسي هيتقابلوا behind the retina نقطة خيالية وبالتالي فاكرين الجملة اللي نقولها إذا الـ far point بتاع this eye far point اللي هي أبعد نقطة المفروض يبقى أنا بشوف عندها كويس اللي هي النقطة اللي طالعة من تمثل الريز اللي طالعة من الريتنا يعني هتبقى نقطة خيالية behind the eye عشان كده بقول ريتنا and virtual point النقطة دي يعني اللي هيجي من هنا هيروح هنا واللي هيجي من هنا هيروح هنا إذا الـ far point of the hypermetropic eye is a virtual point. هتقول لي إيه ده يعني؟ لو انت بتفكر كده هتقول لي طب ما كده اللايت ريز طالما طالعه من الريتنا هتخرج دايفرجنت يعني هيفضلوا ماشيين مسافات بعيده جدا 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 يبقى كده العين الهايبرميتروبيك بتشوف بعيد قوي زي العين الايميتروبيك. في ناس عندها اعتقاد ان اللي عنده بعد نظر او طول نظر بيشوف رؤيه افضل من اللي نظره مظبوط. في الحقيقه الكلام لا. احسن عين بتشوف في الدنيا هي الايميتروبيك. ليه بقى؟ احسن عين بتشوف في الدنيا هي الايميتروبيك ببساطه شديده جدا. خليني اقول لك على نقطه مهمه قوي دلوقتي. العين الايميتروبيك كان فيها ميزتين دي واخده منهم ميزه واحده بس. بص الايميتروبيك عليها اسمها هنا فاكرين الايميتروبيك اللايت ريز بارلل بتتجمع فين؟ لما اطلع ريز من الريترا تطلع بارلل تو ميت ات انفينيتي. اذا بص يعني الريز البارلل في الايميتروبيك بتتجمع على الريترا فبتشوف حلو والريز اللي طالع من الريترا بتطلع بتمشي مسافات بعيده قوي تل انفينيتي. فاذا الانسان الايميتروبيك بيشوف بعيد وحلو. حلو ليه؟ لان الريز البارلل بتتجمع على الريترا. الانسان الهايبرميتروفيك الريز اللي طالعه من الريتنا بتمشي مسافات بعيده قوي لكن الريز البارل اللي بتتجمع فين؟ ورا ايه ده يعني هو بيشوف بعيد لكن رؤيه غير واضحه. يعني لو انا هو واقفين هنا وفي يافطه الناحيه الثانيه من النيل اليافطه دي عليها اللوجو بتاع الشركه وعليها البراند الاسم بتاع الشركه واو انا ابقى شايف كل الديتيل شايف الرسمه دي شكل ازازه بيبسي واسم الشركه هو يبقى شايف اليافطه وشايف الوان بس مش قادر يحدد الملامح. ليه؟ لان انا شايف الريز اللي طالع على الريتنا عندي واصل لغايه اليافطه والريز اللي جاي من اليافطه فوكس فين عندي على الريتنا. هو الريز اللي طالع على الريتنا عنده رايح لغايه اليافطه برضه بس الريز اللي جاي من اليافطه نوت فوكس اون ذا ريتنا فهو شايفها ديفيوز مش شايفها بصوره واضحه. فاذا هو بيشوف بعيد زي زيه لكن انا اشوف واضح هو ما اشوفش واضح عشان الريز البارلل الفكره كلها اللي انتوا عارفينها كويس انها تتجمع بيهايند ذا ريتنا.
فهمت الفكره؟ اذا الهايبرميتروبيك اي لو عايز اقول ديفينيشن يلا اكيد اخر مره كونديشن اوف ريفراكشن والاكوموديشن كومبليتلي اتراس از ان ذا بارلل ريز ويل بي فوكس بيهايند ذا ريتنا. طيب لكن ريز كامينج فروم ا بوينت اون ذا ريتنا ويل ليف ذا اي دايفرجنت تو ميت ات ا فيرتشوال بوينت يعني نقطه خياليه او وهميه بيهايند ذا اي. طيب ايه رايك لو انا عايز اخلي عين هايبرميتروبيك ايه الاحتمالات الايتيولوجي يعني؟ بص هو نفس التقسيمه بتاع طبعا المايوبيا. فكل المايوبيا قلنا العين كانت بتكبر ده اسمه ايه؟ عكس المايوبيا. يا اما كنت بزود قوه العدسات وده كان اسمه ريفراكتر. انا عايز احط نفس السببين بس بالعكس، عايز عين صغيره يبقى ده اسمه اكزيال هايبرميتروبيا، عين اقصر من الطبيعي يعني، وعايز الباور بتاع العدسات او الباور والاثنين او الباور بتاع العدسات يقل. يعني بدل ما تكون يطلع 42 تبقى 38 مثلا، بدل ما الليست بتاعت 15 تبقى 12 مثلا. فاذا لما الباور بتاع العدسات يقل الصوره تروح فين؟ ورا الريتم. ده اسمه ريفراكتيف هايبرميتروبيا. طب نبدا الاول بالاكزل. هتقولي اكزل هايبرميتروبيا انت عايز تقول العين بتصغر؟ لا لا، احنا اتولدنا او بنتولد الدنيا اصلا طول عيننا كده 16 مللي، وبعدين بنوصل للطول المثالي 24 مللي اراوند الايج اوف 7 ييرز، يعني قبل كده بسنتين ثلاثه، بعد كده بسنه، يعني عن سن ثلاث سنين ممكن، عن سن اربع سنين ممكن توصل للطول المثالي. في ناس العين تتلكع شويه عن سن خمس سنين، في ناس عن سبع سنين، المهم توصل وخلاص للطول المثالي. فاذا انت بالمنظر ده انت فهمت انت بتطول طول عينك كده، وعلى حسب ربنا هيكتب لك ايه بقى. هتوصل 24 وتقف، هتبقى ايميتروب زي حالتي. هتكمل تزود شويه اكتر من 24 هتقلب مايوب. هتقف قبل رقم 24 هتبقى ايه؟ هايبرميتروب. ايه ده يعني؟ اذا هي اريستو جراست. اريستو جراست يعني طول العين هيتوقف ان هو ساعه عند رقم اقل من 24، اذا سيادتك هايبرميتروب. وده معناه لو انت فهمت الكلام كويس ان احنا كلنا كنا في مرحله ما في طفولتنا هايبرميتروب، مش كده؟ يعني كان عندنا بعد نظر. ولو انت بتفكر صح، لو انا جالي طفل يعاني من مشكله الهايبرميتروبيا في العيادة مع اهله، اقول لاهله هنعمل له نظاره لو محتاجه، وانا اقول لك انت بعمل انت ما اعملش، واقول لاهله احتمال لما يكبر يستغنى عن النظاره. لو هو جالي وعنده 3 4 سنين ولابس نظاره، ممكن لما يوصل 7 سنين او 8 سنين يوصل بقى للطول المثالي، تكون عينه بطأت شويه انها توصل للرقم ده. يعني اذا الايرور واضح كده ان احتماليه انه يتصلح من تلقاء نفسه هو مين؟ الهايبرميتروبيا. لكن المايوبيا نيفر، مش كده؟ لان العين وانس انها كبرت مش هينفع ترجع تظهر تاني. اذا عرفنا ان احنا كلنا في مرحله ما كنا هايبرميتروبيك، وهقول لك ليه. بما اني بقول لك المعلومه كده، لو ترجع كده بذاكرتك هتلاقي نفسك ما لبستش نظاره وانت صغير. طب لما انت كان عندك ايرور ما لبستش ليه؟ هنعرف في كلينيكال بيكتشر حاله. طيب اذا الاكزيال هي دي فكرته، ان احنا اتولدنا طول عينينا كده. لو وقفنا تحت 24 مللي هايبرميتروبيك وصلنا 24 مللي ايميتروبيك اكتر من 24 مللي هنبقى مايوبيك. هي دي فكره العين ازاي بتكبر. هتلاقي كده يعني في كمان حاجه كده اسمها اكوايرد اكزيال هايبرميتروبيا. ده حاجه غريبه قوي. يعني ايه اكوايرد اكزيال؟ هتقول لي يعني انا اتولدت طول عيني 16 وبعدين وصلت 24 هينفع ارجع اصغر تاني؟ لا لا، مش هترجع تصغر. في مرض كده غريب قوي اسمه سنترال سيرس ريتيناباثي. ده على فكره مرض ايديوباثيك وسيلف ليميتنج، يعني بيظهر ويختفي. سنترال سيرس ايه؟ ريتيناباثي يعني هيحصل سيرس افيوجن جوه الريتنا. فالريتنا بتاعتي بدل ما هي هنا تطلع لقدام نتيجه الإديمة. فلما تطلع لقدام كان الريتنا قربت من اللانس، مجرد ما الإديمة تسبسايد ترجع مكانها تاني. فاذا في اللحظات او في او كام يوم اللي انا هيحصل فيه عندي سنترال سيرس ريتيناباثي، هيبقى عندي طول العين يبدو وكانه اقصر. هذه حاجه اكواير ولكنه سيلف ليميتنج ومن غير سبب. يعني عايز تعرف السبب الزياده ده مفيش مانع، عايز تعمله يعني كانك ما سمعتوش، يلا يو كان جو. طيب ده اكزل هايبرميتروبيا. طب يلا نشوف الريفراكتيف بقى. الريفراكتيف هنا تماما تماما عايز اعمل عكس اللي عملته برضه في المايوبيا. فاكرين المايوبيا لما حبيت ازود الباور زودت الكيرفيتشر، فاكرين؟ قلنا كيراتو كونس او لينتي كونس. بصوا هنا انا عايز العكس، قادر الباور يبقى قادر الكيرفيتشر. ده مرض اكستريملي رير اسمه كورنيا بلانا. في ناس خلقت ربنا بيتولدوا كده الكورنيا بتاعتهم فلات، كيرفيتشر قليل، فالباور يقل جدا في الصوره تقع ورا. اذا كيرفيتشر مفيش غير مرض واحد ونادر جدا وراثي اسمه كورنيا بلانا.
اندكس هايبرميتروبيا. فاكرين اندكس ميوبيا يا شباب؟ اندكس ميوبيا انا قلت لكم معلومه ان الفرق في الريفراكتيف اندكس بين الكورتكس والنيوكليس لازم يكون الرقم ده. فعشان كنت اعمل ميوبيا قلنا نعمل ايه؟ نزود الرقم ده. وعشان نزود الرقم ده يزودنا يقللنا مين؟ مش كده؟ هنا انا عايز اعمل العكس. لو انا عايز اعمل هايبرميتروبيا انا عايز اقلل الرقم ده. الرقم ده لو قل او اختفى تخيلوا لو الاثنين بقوا زي بعض كده هيحصل ريفراكشن كام مره في اللينس؟ مره واحده بدل اثنين. يعني هفقد الريفراكشن الثاني ده اللي هو كان ما بين الكورتكس والنيوكليس اللي انا قلت لكم مره فاتت هو اهم واحد، هو ده هيقرر مصير الاند بوينت او الفوكس فين. فلو انا ضيعت الريفراكشن الاخير الاهم الصوره لما تتجمع هنا تروح فين؟ ايه ده؟ يعني لو انا زودت الرقم ده بقى المره دي انا عايز ازود الرقم ده هتقولي او اقلل ده. لا ما فيش مرض في الرمد بيقلل الاندكس اوف نيوكليس اصلا، يعني مفيش باثولوجي وبلد انه يقلل ده. اذا لا يوجد احتمال ان انا ازود مين؟ فلو الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس وصل مثلا بقى قد النيوكليس، مش لو ده زاد بقى وقد بعض كده الرقم ده اختفى خالص، يبقى كده هيحصل ريفراكشن كام مره؟ مره واحده في اللينس فالصوره تقع ورا الرتر. طب ايه اللي يزود الريفراكتيف اندكس في الكورتكس؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت في الميوبيا اللي يزود الريفراكتيف اندكس اوف نيوكليس، فعملنا سيناي نيوكليير كاتراكت او سكليروزس، يبقى واضح ان انا البروسيس اوف كاتراكت او الكواجيوليشن اوف بروتينز بترفع الريفراكتيف اندكس. فاذا واضح ان انا لو بدات اكسر في الكورتكس يعني اعمل كورتيكال كاتراكت سيناي كورتيكال كاتراكت ده هيرفع الريفراكتيف اندكس اوف كورتكس. اذا اول مثال ان انا اعمل اندكس هايبرميتروبيا ان انا ازود الريفراكتيف اندكس اوف كورتكس، وبالتالي لما ازود الريفراكتيف اندكس اوف كورتكس الفرق ما بين الكورتكس والنيوكليس هيقل، وبالتالي التوتال باور اوف لانس يقل. واذا مثال اولاني سيناء كورتيكال كاتر. فاكرين في الميوبيا فاكرين لما حبينا نقلل الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس قلنا الناس الهايبر جلايسيميك عندهم سكر زياده في الدم، فاكرين؟ هنا العكس، لو السكر قل في الدم الريفراكتيف اندكس اوف كورتكس هيزيد. يعني البني ادم ده اللي عنده هايبو جلايسيميا، اذا الهايبوجلايسيميك في اللحظات اول ما يبقى هايبوجلايسيميك الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس هيزيد، وبالتالي الفرق ما بين الرقمين هيقل. البني ادم ايه ده؟ يعني مريض السكر لما السكر يلعب عنده سواء زاد يبقى قلب مايوب، قل يبقى قلب ايه؟ هايبرميتروب، هيحس بزغلله. عشان كده مريض السكر الزغلله بالنسبه له معناه ان السكر مش مظبوط على الاطلاق، الله اعلم بقى عالي ولا لازم يحلل الاول بقى. فاذا طيب هتقولي الميكانيزم، يعني انا قلت لكم الميكانيزم فاكرين في الميوبيا قلت لك السكر لما بيعلى كان بيدخل جوه الايكوال بكميات كبيره فيدخل جوه اللينز فده كان بيقلل الريفراكتيف اندكس اوف كورتكس. طب ازاي لما السكر يقل الريفراكتيف اندكس اوف كورتكس يزيد؟ لا مفيش اكسبلانيشن الحقيقه، احنا مش عارفين ايه الميكانيزم بالظبط. يعني هل بقى لما السكر هيقل جوه الايكوال هيحصل العكس ان الكورتكس هيلوز ووتر؟ ميبي، لكن احنا مش متاكدين. لكن اللي احنا عارفينه ان الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس لو سحبه تبقى الشرنك كده، لا مش الموضوع هيبقى كميات ضئيله برضه مش لدرجه الشرنكج يعني فلانس يعني، لكن يعني لسه الاكزاكت كوز مش واضح. لكن احنا متاكدين من الفاكت ان الهايبوجلايسيميك بيشنز الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس بتاعهم ايه؟ هي. طيب اذا طب ايه رايكم نقدر نزود سبب كمان الهايبرميتروبيا هنا غير السببين دول؟ مش هم دول السببين اللي قلناهم في الميوبيا هم عكس الميوبيا في كل حاجه؟ نقدر نزود سبب هنا ده الفرق بيبقى الهايبرميتروبيا. ايه رايكم لو انا عندي بيشنت كير او لو العدسه بتاعته وقعت ورا بوستيرير لينز ديسلوكيشن مش كده؟ اذا ده قلب هايبرميتروب، اذا ممكن احط سببين كمان. اهم ايتم عندي والمفتاح اللي فهمك الموضوع كويس قوي قوي اسمه كومبوننتس اوف هايبرميتروب. بصوا بقى انا هقعد اشرح شويه في الكومبوننتس اوف هايبرميتروب. بليز انا اي حد هيجي جوه دماغه سؤال يسجله كده يكتبه عشان لو خايف ينساه محدش انترابت محدش يسال دلوقتي. اخلص الكومبوننتس كلهم افهمكم ايه الفكره، وبعد اقول لكم بعد كده اقول لكم على شويه ارقام، وبعد كده نحل الثلاثه دول مع بعض ثلاثه اكزامبلز دول، وبعد كده اللي عنده اي سؤال مسجله يساله. لان انا متاكد ان في اسئله هتيجي على بالك تحاول تسالها في وقتها هتخليني اقطع الشرح فسياق الموضوع كله يتقطع ويبقى مش مفهوم كويس، فخليني اخلصه كله وانا بشرح هتلاقي في اسئله بتجاوب عليها في سياق الشرح. يلا بينا نشوف ايه قصه الكومبوننتس اوف هايبرميتروب. بصوا يا جماعه الاول خليني افكركم معلومه اناتومي. احنا
قلنا ان احنا عندنا عضله اسمها سيركولار سيلياري ماسل ماسك فيها الزونيولز اوف لانس. العضله اسمها ايه تاني؟ سيركولار. اذا السبيس اللي عايشه فيه اللانس سبيس مدور اللي هو جوه السيلياري بادي، وبالتالي الانر سيرفيس اوف سيلياري بادي لما يكون لايند باي ماسل، الماسل دي عضله ايه؟ سيركولار. العضله السيركولار دي هي اللي ماسك فيها الزونيولز اوف لانس. انا بتكلم على الشكل المجسم مش شكل السكشن ده. فاذا اي عضله دائريه في جسمك بتكونتراكت، ايه اللي بيحصل في السبيس اللي جواها؟ بيصغر. اذا العضله الدائريه دي اللي ماسك فيها الزنيولز لما بتكونتراكت وتقرب من اللينز، اول ما العضله تكونتراكت وتقرب من اللينز الزنيولز دي بترتخي كده تبقى لاكس، واول ما الزنيولز تبقى لاكس تبطل تشد على اللينز. اللينز هي الاستيك، اول ما يحصل ريليف اوف تنشن على الكبسوله اوف لينز اللينز تروح عامله كده. دي اسمها ميكانيزم اوف اكوموديشن. اذا واضح ان العضله during contraction ال space اللي جوه بيجيت ايه؟ smaller، وبالتالي بيحصل زياده في الكيرفيتشر اوف لانس. ويبقى العكس، العضله لما بتريلاكس ايه اللي بيحصل؟ ال space بيبقى واسع، وبالتالي الزنيولز بتتشد. اول ما الزنيولز تتشد اللينس ترجع تاني فلاتند. بس انا عايز اسالكم على معلومه مش عارف موجوده عندكم ولا لا، اي عضله هي مش one of two states، يا اما state of contraction يا اما totally flaccid؟ هي العضلة أثناء طول ما أنت على قيد الحياة لو مش عاملة active contraction هي مش flaccid، هي في حاجة اسمها tone. إيه tone ده؟ ده passive continuous contraction طول الوقت موجود في كل عضلات جسمك. يعني البايسبس دي لو أنا شلت حاجة كده هي contracted، لكن لو أنا فلت إيدي هي خالص مش شغالة، لا فيها tone. إذا فيها minimal contraction، minimal passive contraction. إذا بص معايا بقى القصة، تخيلوا كده لو جه معايا او جالي جه مع بابا طفل كده عنده 7 سنين جاي للعياده، بابا جه قال يا دكتور لو سمحت انا عايز اطمن على نظر الولد ده. هقول اوكي، عايز اطمن على نظر الولد ده، مطلوب من حضرتك تمشي على القطره دي، وراح كاتب له كده قطره اتروبي، هقول له حضرتك تمشي عليها 3 مرات يوميا لمده 3 ايام. جالي العياده النهارده بالليل اقول له بكره صبح ظهر بالليل تحط قطره، بعده نفس الكلام 3 مرات، بعده نفس الكلام، ثالث يوم بعد اخر جرعه يعني هيكون حاطط 9 مرات كده تيجي لي. الاتروبين ده بيعمل ايه يا جماعه؟ ده واحد من عيله اسمها السايكلو لاجيك. خدت بالك سايكلو ايه؟ يعني هيعمل باراليسيس فين؟ لما تعمل باراليسيس وفي المصل هنا بقى التون بيبقى لاست، وده مش طبيعي. التون طبيعي موجود عندك طول ما انت على قيد الحياه. اذا التون هيبقى لاست، يعني العضله دي هتوصل لقمه الريلاكسيشن، وبالتالي السبيس اللي عايشه في اللينس هيبقى في اوسع مستوى دي، وبالتالي اللينس بتاعتك دي لما السبيس واسع والزنيولز مشدوده قوي اللينس تبقى في ارفع او the most flattened shape، يعني flattened بصوره كبيره جدا. يعني قوتها ايه؟ قلت جدا. الولد هيدخل لي مع بابا بعد 3 ايام بعد ما مشي على قطره الايه؟ الاتروبين 3 مرات يوميا، وجاي لي بعد ما المسل بتاعته totally paralyzed اللي اسمها السيلياري مسل، وبالتالي الزنيولز مشدوده جدا لان السبيس بقى واسع قوي، وبالتالي اللينس بقت رفيعه جدا. اروح مقعده على جهاز الكمبيوتر اللي اسمه ايه؟ الاوتوريفراكتوميتر، ده اللي بيعمل او بيطلع لي مقاس النضاره. الجهاز هيطلع رقم، مثلا انا هديك مثال زي اللي موجود في الكتاب علشان يعني الارقام دايما بتسهل الدنيا. مثلا الجهاز قرا ان الصوره هنا، فمحتاج عشان توصل لريتها بلس عدسه بلس كام؟ بلس 8. هو شاف كده ان العدسه اللي محتاجها عشان نوصل للريتنا بلس 8. الرقم اللي طلع على شاشه الكمبيوتر دلوقتي قدامي ده يمثل اول كومبوننت اوف هايبرميتروبيا، اسمه ايه؟ توتال هايبرميتروبيا. از باي ديفينيشن كده، اذا توتال هايبرميتروبيا عباره عن ايه؟ دي هول اماونت اوف هايبرميتروبيا اندر افكت اوف اتروبي. اذا كل كميه الهايبرميتروبيا اندر افكت اوف اتروبي، يعني في اقوال اخرى ودي ماسل تون ايه؟ لوست، نو ماسل تون، ساعتها هسمي دي توتال هايبرميتروبي. فراح مسجل عندي في الفايل بتاع الولد ده ان هو اندر اتروبين، يعني تي يعني توتال بتاعه كام؟ بلس 8. بابا يقول لي هي يا دكتور هتديني النضاره؟ هو محتاج نضاره؟ اقول له لا حاج مش هديك النضاره النهارده، مش هديك الماس، روح تاني قطره الاتروبين اللي عندك ارميها وتعالى لي كمان 17 ايام استشاره. الى 17 ايام يكون تاثير الاتروبين ايه؟ راح. وبالتالي اول ما تاثير الاتروبين هيروح مين هيرجع؟ المسل تون. لما المسل تون يرجع يعني باسيف مينيمال كونتراكشن، فالعضله كونتراكت سنه.
ولما العضله كونتراكت سينز نيولز هترتخي شويه، فاللينز بدل ما كان رفيع زي الاخضر كده ترجع زي الازرق تاني. لما اللينز تتخن شويه النقطه اللي كانت ورا قوي تطلع لقدام سنه ولا لا؟ عارفين التون اوف سيلير ماسل لما يبقى ريستورد اكتشفنا بقى انه بيصلح قد ايه؟ 1 دايوبتر، ده رقم فيكسد في كل هيومن بينجز. ايه ده؟ ده سميه ايه ده بقى؟ ليتنت هايبرميتروبيا. خدت بالك سميناه ايه؟ ليتنت. ليتنت يعني خفي، لان طول عمرك عايش بهذا التون وانت مش دريان، يعني التون ده شغال باي ديفولت كده بيصلح لك 1 دايوبتر وانت مش غير اي افورت وغير اي مجهود، عشان كده سميناه ايه؟ ليتنت هايبرميتروبيا. اذا ليتنت هايبرميتروبيا دي اماونت حد شفت مني اوف هايبرميتروبيا which is corrected by mean tone of ciliary muscle. ده equivalent لقد ايه الرقم ده؟ 1. اذا الولد وهو داخل لي بعد 10 ايام بعد ما تاثير الاتروبين يروح، الممرضه جابت لي الفايل، بصيت لقيت نفسي كاتب بخط ايدي بلس كام؟ بلس 8 توتال. يبقى اوتوماتيك هشيل من دماغي كام؟ انا عارف 1، لان اول ما التاثير الاتروبين هيروح اكيد اللي هيرجع التون، والتون بيصلح دي 1. فانا مستني بقى لما قعد الولد على الجهاز المره الثالثه لما جالي، اول مره رديته اتروبين بس كتبت له في شطه ومشيته، المره الثانيه طلعت الرقم ده اللي هو مين؟ التوتال، صح؟ المره الثالثه بقى هو جاي بعد ما تاثير الاتروبين راح، يبقى انا على طول لما طلعت الفايل شلت 1 في دماغي، يبقى انا عارف ان الجهاز هيقرا كام؟ غريب جدا بقى الولد ده لما قعد على الجهاز، الجهاز قرا 4. ايه ده؟ الجهاز كانه شاف ان الصوره قريبه من الريتم، محتاجه كام بس توصل للريتم؟ ايه ده كده في 3 اللي انا حاططهم في دماغي مش موجودين، 3 من السبعه اختفوا. ما انت لما تفكر صح، العضله لما تاثير الاتروبين راح التون لازم يرجع، وبقى عندها اوبشن تعرف لو عايزه لو نفسها يعني تعمل اكتف كونتراكشن، تقدر دلوقتي تعمل اكتف كونتراكشن لانه الاتش بارالايزد. وهو الاكتف كونتراكشن بتاع المصل ده اسمه ايه؟ اكوموديشن. وايه الاستيمولس بتاع الاكوموديشن؟ ان الصوره تتجمع فين؟ وهي كده تتجمع ورا ولا لا؟ فاذا واضح ان الولد ده بقى عنده اوبشن زياده ان العضله بتاعته تكونتراكت اكتر مش بس التون. فلما كونتراكتد اكتر الزنيوز بقت مرتخيه اكتر، فاللينس كلازت تخنق جدا، فصلحت من 7 كام؟ 3. مش هو الجهاز ما لقاش غير 4 بس، انا كنت مستني 7 الجهاز قرا كام بس؟ 4. يبقى في 3 اختفوا ولا لا؟ الثلاثة دول مين اللي صلحهم؟ مين اللي ضيعهم؟ اذا هناك جزء بقى من المانيفست الواحد او البني ادم بيقدر يصلحه باي ايه؟ اكوموديشن. وفي جزء للاسف مش قادر يصلحه. تعالوا بقى نشوف بقى كل الكلام اللي قلته ده. اذا الاماونت اللي انت كنت مستنيها اللي هي الهول اماونت اوف هايبرميتروبيا وداوت الافكت اوف اتروبين، ده المفروض يبقى اسمه ايه؟ مانيفست هايبرميتروبيا. مش ده الحقيقي؟ اللي هو يعني في اقوال اخرى ممكن اقولها بطريقه ثانيه، التوتال ماينس كام؟ ماينس الليتنت. يعني الرقم اللي ظهر لك انت في اثناء او اندر اتروبين شيل منه 1، يبقى ده المفروض المانيفست ولا لا؟ لان المانيفست باي ديفينيشن ذا هول اماونت اوف هايبرميتروبيا وداوت الافكت اوف اتروبين، يعني بعد ما المسل تون يرجع. فاذا لازم اشيل الافكت بتاع المسل تون، يعني اذا التوتال ماينس مين؟ الليتنت. لكن الواضح كده ان المانيفست بتتقسم او بتنقسم جزئين، فكالتاتيف هايبرميتروبي which is the part of manifest amount of manifest which can be corrected by mean وابسوليوت. خدت بالك ابسوليوت؟ لا مش هينفع يعني مش هنقدر نصلحه. ابسوليوت هايبرميتروبيا it is the amount of manifest which cannot be corrected by ايه؟ accommodation. فهمتوا ازاي؟ اذا المانيفست فيه جزء بتقدر تصلحه سيطر عليه، وجزء ما بتقدرش تصلحه. اللي هتقدر تصلحه اسمه فاكالتاتيف، اللي مش هتقدر تصلحه اسمه ايه؟ ابسوليوت. طبعا انت فهمت، بس انت مش فاهم احنا ليه اصلا قلنا كل الكلام ده. واحده واحده كده بصوا، عملنا ستادي كده على عدد كبير من البشر لديفرنت ايج جروبس، اكتشفنا ان الاطفال لغايه سن 10 سنين بيقدروا اكوموديت اب تو 14 دايوبتر. تخيل يقدر يصلح هايبرميتروبيا لغايه كام؟ 14. اللينس بتاعته مرنه جدا لدرجه ان الاماونت اوف اكوموديشن اللي حلته 14 دايوبتر. عن سن 30 سنه الاكوموديشن باور تقل توصل 7 دايوبتر. عن سن 40 سنه الرقم ده سهل قوي، في 4 هيبقى 4، 40 4 دايوبتر. وكل 5 سنين نقل 1 بقى 45 يبقى 3 دايوبتر. 50 يبقى الاكوموديشن اللي حلتنا 2. 55 يبقى الاكوموديشن اللي حلتنا 1. 60 المفروض يبقى 0، بس احتراما لسنه ادينا ربع كده مجامله، لكن هو اكشوالي 0. منطقي جدا الكلام ده، وانتم عارفين ليه منطقي. كل ما بنكبر النيوكليوس اللي جوه اللينس
حجمها والصلابه بتاعتها بتزيد، وبالتالي مرونه اللينس عماله تقل. طيب عشان تفهم قيمه الاتروبين وقيمه الكومبوننتس اللي احنا درسناها دي، هنحل مع بعض 3 اكزامبلز دول. ما نحل 3 اكزامبلز دول هنقدر نعرف ايه قيمه الكلام ده. يلا انا كاتب لك، نبدا نحل ده الاول. طفل عنده 10 سنين with atropine under atropine 3 بلس 10، لكن لما without atropine بطلنا atropine، لما قعد على الجهاز الجهاز اداني 0. انا عايز من الرقمين دول حد كده يتطوع ويقول لي قد ايه توتال، قد ايه ليتنت في الولد ده، قد ايه المانيفست بتاعه، وقد ايه قدر يصلح من المانيفست، يعني قد ايه فاكالتيف، وقد ايه او مين اللي ما قدرش عليه، يعني قد ايه ابسولوت. يلا مين يقدر يحل اول واحده دي؟ واحد يرفع ايده ويحل ويغلط وهنصلح وقال يعني مش هنحاكم يعني. ها مين يحاول معايا؟ هي ليتنت ثابته ثابته عند كل الناس. اه يعني اول مثلا واحد ثابت بس، اه واحد فيكس، واحد فيكس، الواحد الليتنت فيكس. ها مين هيحاول؟ خلاص 10 9 يلا جرب 9 هتبقى البلس ده مظبوط. التوتال احنا قلنا التوتال اللي يمين يا جماعه الهول اماونت اتروبي اندر الهول اماونت اوف اسف هايبرميتروبي اندر افكت اوف اتروبين، الهول اماونت ويد اتروبين بلس 10، يبقى اذا التوتال 10. والليتنت ده هو الفيكسد فاليو، الليتنت واحد. اول ما تاثير الاتروبين هيروح باي ديفولت التون هيرجع والتون بيصلح واحد، يبقى الليتنت واحد. المانيفست يبقى بشيل ال 1 دي المفروض هي تبقى 9 بلس 9. احنا قلنا المانيفست هي كل الاماونت اوف هايبرميتروبيا بعد ما المصل تون يرجع، بعد ما المصل تون يرجع المصل تون هيصلح لي واحد، يبقى شيل واحد من 10 يفضل كام؟ 9. ظهر كام من التسعه؟ يعني مين فاكالتيف ومين ابسوليوت؟ المفروض اللي ظهر اللي الجهاز لقاه، واللي الجهاز هيلاقيه هو اللي ما قدرش يصلحه. هو الجهاز لقى ليه؟ لقى كام؟ يبقى الابسوليوت كام؟ لا الابسوليوت اللي ما قدرش يصلحه هو قدر يصلح الجهاز، ما لقاش حاجه. هو الجهاز طالما قرا زيرو يبقى الصوره فين؟ يعني اذا الولد ده كان المفروض يبقى هنا بلس 10، صلح منها كام؟ واحد. بالتون المفروض يبقى كام؟ بلس 9. الولد لما قعد على الجهاز من غير اتروبين لقاها الصوره هنا، عشان كده الجهاز قرا كام؟ يبقى الابسوليوت زيرو والفاكالتيف كام؟ وده منطقي لما تعرف الرقم اللي فوق ده. ده الولد ده بكل ارتياحيه صلح الهايبرميتروفيا ولسه محوش في جيبه كام فوق التسعة؟ عنده كام زياده؟ عنده 5. ده يقدر ياكوموديت اب تو 14. ايه ده يعني النو هايبرميتروفيا بتستعصي على العيال الصغيره؟ واحدة واحدة بقى نفهم اللي احنا عملناه. الواد ده لو كان جالي العيادة هو وباباه قال لي بعد اذنك يا دكتور عايز اطمن على نظر الولد ده، عايزه محسوب محتاج نضارة ولا لا؟ لو انا دكتور ضايع مش فاهم الاكوموديشن المرعب اللي حلته، رحت مقعده على الكمبيوتر على طول من غير اتروبين، الكمبيوتر هي كام؟ زيرو زيرو. اروح مقعده على صندوق العلامات عشان افرح ابوه بيه، بص يا ابني العلامه دي مفتوحه منين؟ طالما هو صورته عارفه هشوف كام؟ قول شايف ابنك زي الفل، ده طيار، ده هيطلع طيار على طول، ده نظر صقر، ده يعني يشوف الصقر على خربة الجبل على بعد قد ايه؟ ها ما تقلقش عليه. الراجل يفرح بقى فخور بابنه ماشي مبسوط جدا، الولد كويس نظره ما هو شاب عينه شايف 6 على 6 وانت طمنته. راح 6 شهور هيرجع له يقول لك الطيار احول. اصلك سيبته يا منيل عامل اكوموديشن 9 دوت، والاكوموديشن ورا ده الدول اسمه يعني طول الشهور دي عامل ماكسيمم كونتراكشن في الميديا ريكتس، تمارين لا نهائيه بقى، فبعد فتره بقت اقوى كتير بمين؟ فالواد احول، انت اللي خليته احول، انت اللي ضيعت فرصه تشخيصه بدري قبل ما يجيله السكوينت. ما انت لو حطيت له اتروبين كنت عريت كل ده، كشفت كل ده. اول ما تحط الاتروبين هتعرف اصلا ان عنده حاجه اسمها توتال 10، فتعرف ان الحقيقي بتاعه كام؟ 9. طيب التسعه دول لو انا فاهم شغلي اديهم له كلهم. ليه اديهم له كلهم؟ لان مش المفترض الواحد بيعمل اكوموديشن فور ايه؟ فور فار، وانما الاكوموديشن ده بس تستعمله لمين؟ للنير. فاذا عشان يبطل اكوموديشن خالص يبقى انت دورك كدكتور ما كنتش هتعرف اصلا ان في رقم اسمه 9 دايوبترز الا لما كنت تحط مين؟ لانك من غير اتروبين ده الجهاز بيديك كام؟
زيرو. فاذا ما كنتش تعرف القصه دي الا بالاتروبين هو اللي كشف القصه الحقيقيه. عشان كده قانون دولي لا يوجد دكتور هنا على وش الارض معلم صح الا ولازم اي طفل يدخله دون ال 11 سنه يعمل له سايكولوجيك ريفراكشن عشان الرقم المرعب اللي عندهم ده. وهنا بقى افهمك احنا ليه ما لبسناش نظاره احنا صغيرين، لان درجه الهايبرميتروبيا عندنا احنا صغيرين بلس 4 بلس 5، هنا بلس 4 بلس 5 بالنسبه للرقم اللي حلتي كان كده عامل ماكسيمم اكوموديشن ولا مينيمال؟ مينيمال، ده انت عامل اقل من الثلث. وبالتالي مينيمال اكوموديشن، مش احنا قلنا في حاجه اسمها اكوموديشن كونفرجنس ريشيو؟ فلو عامل اكوموديشن قليل يبقى عامل كونفرجنس ايه؟ هنا الكونفرجنس قليل ده تمارين لا ترتقي او لا تكفي ان الميديا ريكتس تبقى اقوى كتير عن، فمش وارد يحصل سكوينت. وهنا بقى طالما مش خايف من كومبليكيشن اسمه سكوينت، الخطر من لبس النظاره اكتر من البنفيت بتاعها. الخطر ليه؟ العيال الصغيره عايزه تلعب وتنطلق وتتشق وتتخبط، فلو لبسته نظاره ممكن النظاره تعمل له انجري في عينه فيجي له برابتشر بلوك، عينه مفتوحه. فاذا مين الاخطر؟ احافظ على سلامته وخليه ينطلق ويعيش طفولته، ولا البسه نظاره عشان كومبليكيشن مش وارد يحصل؟ لكن لما يكون الهايبرميتروبيا رقم مرعب كده، هنا وارد تحصل ولا لا؟ وارد تحصل الهايبرميتروبيا، وارد يبقى كده فولو باي سكوينت. اذا هنا دورك انك تديله كل المانيفست، وانت اصلا ما كنتش هتعرف هذا المانيفست الا اندر ايه؟ اتروبين. هتقولي طب يعني الواد ده ما بيشتكيش اصلا، يعني لو جالك العياده ومشي مش هتعرف من شكوته؟ لا مش هيشتكي. ما هو انت لما يكون عندك ايدك تقدر تشيل بيها 50 كيلو ماسك كيس 10 كيلو ولا حاجه، لكن لما يكون 50 كيلو وماسك كيس او نفس الوزن 50 كيلو هتلاقي نفسك كل شويه تسيبه وتشيله مش قادر تتعب. فاذا الولد ده لا هيحصل له وجع في عينه ولا الم لانه مش عامل ماكسيمم كونتراكشن في المصل، فبالتالي نو اوكولار بين نو هادك. الولد ده كمان شايف البعيد كويس لان صورته بتقع فين؟ على الريترا. فاذا الولد ده فار فيجن شايف. هتقولي طب ما ممكن تشتكي من النير، مش النير ده محتاج اكوموديشن زياده اصلا؟ هو عنده ولا ما عندوش؟ لما يكون عامل 9 لسه محاولش يجيبه كام؟ 5. فاذا يقدر يزود عن 9 فيقدر يشوف القريب، يعني بعيد شايف قريب شايف ما عندوش وجع، هيشتكي ليه؟ اذا دي كارثه. كده هايبرميتروبيا في الاطفال في بروتوكول ان الاطفال عند سن المدرسه لازم يعدوا على دكتور عيون، ده بره مش عندنا، مفيش الوعي ده عندنا. عشان كده بره قبل سن او عند سن دخول المدرسه لازم يعدوا على دكتور عيون يعمل سايكلوبلاجيك ريفراكشن، يعني ريفراكشن اندر ايه؟ اتروبين، عشان يطلع الكميه اللي منهم عندهم هايبرميتروبيا تستحق لبس الايه؟ النظاره. لكن لو هايبرميتروبيا بلس 4 او اقل لا اسيبه في حاله عشان يعيش طفولته. فاذا مش هعرف ده من ده الا لما اعمل له سايكلوبلوجيك ايه؟ ريفراكشن. لكن في مصر للاسف ما فيش الكلام ده. عشان كده لو رحت اسم وحده الرمد بتاعتنا في ابو ريش، عندنا كمان على فكره وحده عيون في مستشفى الاطفال في ابو ريش، هتلاقي كميه الاطفال اللي جايين بسكوينت كميه مرعبه. ده معناه ان العيال دي فضلت عايشه باكوموديشن وهم هايبرميتروبيك واهلهم مش جريانين وما عندهمش وعي وما عدوش على دكاتره عيون لغايه لما اوريدي حصل لهم ايه؟ كونفرجنس كوينت نتيجه التمارين الزياده فين؟ في الميديا ريكتس. فهمتوا الفكره؟ طيب تعالوا نحل المثال ده. دكتور قلت هنا ان انا هعتبر مثلا نورمال لو بزاوية اتروبين مش زيرو، ايه ده؟ هعتبر نورمال لو بدون الاتروبين مش زيرو؟ لا نورمال ازاي؟ لا هو ده مش نورمال طبعا. لا يعني هو العكس اللي هو طب هو هنشوف نحل ده ونشوف. طيب لو ادلت عنده 30 سنه اند الاتروبين طلع بلس 10، لما تاثير الاتروبين راح يعني بعد ما التون رجع طلع بلس 2، يلا نحل نطلع الكومبوننتس اللي هي 10 1 9 7 2 مظبوط. يلا بينا نشوف هي عملت ايه بالظبط. توتال 10 دي هول اماونت، توتال هول اماونت اوف هايبرميتروبيا اندر افكت اوف اتروبين مظبوط. اللي كان ده رقم فيكس الواحد، فلما التون يرجع ويصلح 1 من 10 يبقى المانفست كام؟ الجهاز لقى كام من 9؟ يعني هو المفروض يبقى 9، ظهر عنده كام؟ يبقى ناقص له 2 بس عشان يوصل لرقم، يبقى في كام اتصلحوا؟ السبعه اللي اتصلحت باي اكوموديشن. الجزء اللي اتصلح بالاكوموديشن بسميه ايه؟ فكالتيف. الجزء اللي الناس بيصلحوا بالاكوموديشن هو ده اللي استعصى على الاكوموديشن اسمه ابسوليوت. ايه رايك ابو 30 سنه ده اصلا حلته اكوموديشن قد ايه؟ كده عاملهم كلهم ولا لا؟ يعني البني ادم ده عامل جوه 7
والجهاز بس محتاج قال لك انت محتاج بس كام عشان تروح للريتنا؟ 2. طب هل ايه رايك لو بني ادم في المواصفات دي واحد عنده 30 سنه طول ما هو ماشي عامل اكوموديشن 7 دايوبترز اللي هم اصلا حيلته كده هيجي له وجع في عينه وهادك ولا لا؟ لانه كده عامل ماكسيمم كونتراكشن في المصر. فاذا اول شكوى ده هيجي لك العياده بقى. ده هيجي لك العياده يقول لك الدكتور عيني بتوجعني ومصدع. طب بس كده ولا في شكوى ثانيه؟ هو دلوقتي لما عمل اكوموديشن 7 خلى النقطه البعيد قوي تقرب من الريتنا ولا لا؟ فاذا الفار فيجن بالنسبه له معقول لان الصوره مش بعيد قوي عن الريتنا. لكن لما يمسك موبايل او كتاب النقطه دي تبعد ثاني ولا لا؟ فمحتاج يدور على 7 عنده ولا ما عندوش؟ يبقى اذا شكوته الاساسيه النير فيجن فيه مشكله لانه حسن الى حد كبير الفار اتحسن بالاكوموديشن الكبير اللي عمله. لكن اللي هيبقى مالوش حل عنده او خلاص هو جاب كل اللي حلته عشان يحسن الفار اللي مش قادر يصلحه بقى النير. فاذا لو خدت بالك هنا كاتب لك ايه في السيمبتومز الشايلد نو سيمبتومز لكن الادلت هيشتكي من مشكله في النير فيجن تحديدا بلس اكوموديتيف اثينوبيا. خدت بالك اثينوبيا يعني الم بس الالم بسبب الاكسسيف ايه اكوموديشن اللي هو يعني مجموعه من الاعراض اللي اتفقنا بتبقى اوكلر بين مع ايه مع هيدك. اذا العيان هيجي يقول يا دكتور انا مصدع انا مقريف والقريب مش كويس ايه رايك؟ عارف بني ادم زي ده لما كنتش فاهم يعني ايه كومبوننتس وما كنتش عارف قيمه الاتروبين الراجل ده اللي جالي العياده لو اول ما جالي قال لي يا دكتور مصدع وعيني بتوجعني وحاسس ان القريب مش كويس اقول له لا عادي نضاره تعال اقعد على الجهاز يلا قعد الجهاز هيقرا كام غير اتروبين بلاستو اذا انا مش هعرف حاجه خالص انه اصلا الحقيقي بتاعه كام 9 فاذا هيبقى بالنسبه لي هو بلس كام 2. عارف سيادتك لو انت عملت العمله السوداء دي حطه من ايده على الكمبيوتر على طول من غير اتروبين ولقيت الجهاز قرا بلاس 2 ورحت سيادتك ملبسه بلاس 2 كده بلاس 2 راحت فين؟ هو اصلا بلاس كام؟ 9 ده حقيقي ها؟ هنا 9 فكده انت لبسته 2 كده فضل عامل 7 اكوموديشن ولا لا؟ كده كانك خليت النقطه بتاع الفار فيجن توصل للريتن. عارف؟ العيان جه قال لك يا دكتور مصدع وعيني وجعاني جدا يا دكتور ما بشوفش القريب سيادتك عملت ايه؟ حسنت له الفار يعني طلب حاجتين عملت له حاجه ثالثه خالص تروح الميكانيك تقول له الفيتيس بايظ يقول لك تمام سيبها لي ساعتين وتعالى خدها تروح له هاي الاخبار يقول لك الفرامل بقت هايله ما تقلقش يا عم طب والفيتيس هو خلاص هو عمل حاجه ثانيه خالص. بص معايا القصه هنا الراجل ده طلع من عندي في العياده عامل 7 دايوبترز اكوموديشن صح؟ اللي هم مصدعينه وكده خلص كل الاكوموديشن على الفار ما عندوش زياده لمين؟ للنير. كان هيعرفك اصلا بقى انه عنده رقم اسمه 9 دايوبترز مانيفست انك كنت تحط اتروبين فتكتشف ان هو توتال 10 فتشيل واحد تعرف انه 9. وهنا التارجت بتاعك بقى ايه رايك؟ زي ما قلنا في الطفل الطفل كنا هنديله 9 كلهم ولا لا؟ الطفل كنا هنديله 9 كلهم عشان يبطل يعمل ايه؟ اكوموديشن. فلما يبطل يعمل اكوموديشن يريلاكس الكونفرجنس فيبطل التمارين الزياده اللي بيعملها لمين؟ عشان ما يحصلوش سكوينت. ده الطفل الهدف بتاعه كده. لكن الادل ده ايه رايك؟ نفسك تديله 9 كلهم دي احلام مش هتعرف تحققها في حياتك. ده جالك متاخر ده جاي يلبس نظاره وهو عنده 30 سنه يعني بقاله داخل على 30 سنه عامل اكوموديشن يعني عامل كونتراكشن في مصر اسمها سيركلر مصر. طالما عاش كتير والعضله كونتراكت كتير اوعى تفتكر انها هتريلاكس لايك ذس. لا لا دي هتاخد وقت طويل جدا هتطلع روحي. عشان كده العينين دول انا لما بيجي لي عيان في العياده عايز يعمل نظاره واكتشف انه هايبرميتروب ببقى في قمه الضيق في الحقيقه لان هقعد معاه كتير جدا عشان اعمل النضاره يعني هعمل عمليات كاترك ممكن اخلص عمليتين ثلاثه اسرع من انا اظبط نضاره اللي بني ادم ده. عارفين اللي بيحصل بالظبط كده بيجي لي انا عرفت خلاص حطيت له سايكلوبلاجيك. طبعا احنا ما بنحطش اتروبين ريسنت اتروبين العيان محتاج يجي لي على كذا زياره نحط الاول 3 ايام وبعدين على ما الاتروبين يكون جاب نتيجه لانه بيشتغل ببطء وبعدين لما يشتغل بيقعد 10 ايام الايفكت بتاعته ده هيجي لي 3 زيارات. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نجيب بقى اللي هو شورت اكتنج اللي اسمه تروبيكا معاي اللي هو الميدراسيل نحط نقطه 5 دقائق نقطه 5 دقائق نقطه في خلال نص ساعه يكون حاط 6 مرات وبعد اخر نقطه بنص ساعه يعني اقعد عندي ساعه في العياده بالظبط يدخل اعمل له القرايه على طول. فاذا هي زياره واحده وخلاص ونخلص. طيب اذا
العيان انا عرفت بالتروبيكامايد او السايكلوبلاجيك ان جنرال ان هو بلس 9 التوتال بتاعه زي القصدي مانيفست بتاعه زي ما احنا طلعناه دلوقتي. واللي هو عامله اكوموديشن كام؟ 7. ففاضل له كام؟ 2. اول ما ببدا بالاثنين احط له الاثنين اقول له شايف السطر الاخير؟ يقول لي اه ده حلو قوي. اقول له تمام خلاص اتاكد انه شايفه اروح شايل بلس 2 اروح جايب العدسه اللي بعديها. هيقول لي لا لا دي وحشه قوي قوي اللي قبليها احسن. اقول له انا عارف انها وحشه خليك باصص بيها على السطر الاخير ولما تشوفه قول لي. اسوء حاجه في الدنيا انك تقلب بني ادم هايبرميتروب ميوب هيبقى هيتجنن وقعت مكانه لانك انت لما اديته 2.5 ما احنا اتفقنا العضله مش هتفك بسرعه فهيفضل عامل كام؟ فالمجموع بقى كام؟ 9.5. يعني الصوره بقت لما هنا بقت هنا قدام الرضا. يقول لك لا لا وحش قوي. اقول له معلش خليك باصص على السطر الاخير ولما سيادتك تشوفه انده عليا قول لي انا شفته وسيبه بقى واقعد العب جيمز على الموبايل اقعد اعمل تليفون اعمل اللي انت عايزه. هتلاقي بعد دقيقتين ثلاثه يقول لك ايوه شفته واضح انه عمل ايه في المصل. فبقى عامل كام جوه؟ يقول لي تمام يا دكتور كده حلو قوي خلاص الحقيقه دي؟ اقول له لا لا وحشه اللي قبليها احسن. اقول له نفس اللي عملناه تاني خليك متابع السطر الاخير وزادتك لما تشوفه انده عليا. اقول لك ايوه تمام ايه اللي حصل؟ اقول طب خد دي خد يا زلمه. يقول لي وحشه جدا. تفضل كده معاه لغايه لما مثلا توصل عند رقم كده تحط اللي بعديها بقى. ما لو وصلت ده يبقى هو عامل كام اكوموديشن جوه؟ 4. تيجي تحط 5.5 وتسيبه دقيقتين ثلاثه مفيش فايده. 5 دقائق مفيش فايده مش هفضل قاعد معاه طول اليوم بقى. اقول له خلاص حلو قوي كده النهارده اتفضل حضرتك المقاس ده انا كده اديته النضاره بلس كام؟ 5. لان المصري مش عايز يفك اكتر من كده دلوقتي مش هفضل قاعد جنبه سنه. اقول له امشي بيها 2 3 شهور وتعالى تاني 4 شهور وتعالى تاني احاول ازود الخمسه. ايه رايك؟ فور ذا تايم بينج انا عملت ايه؟ خليته ريلاكس من 7 كام؟ 3 تقريبا قرب النص. فكده البين والهيدك اختفى طالما عمل ريلاكسيشن لجزء كبير من المصل. وكمان بقى عنده شويه في جيبه يستعملهم وقت الايه؟ فاذا انا كده عملت له اللي اقدر عليه دلوقتي لان تيكنج انسيدريشن العضله دي بقى لها سنين طويله كونتراكت فمش عايزه تفك. ازاي انا اللي بعديها احاول اخلي الخمسه دي 7 أو 6.5 كده معناه انه هنا الاكوموديشن تاني قل زياده فالوجع لو كان لسه في مينيمال بين هيختفي. المره اللي بعد هتقول لي يعني هنوصل ل 9 في الاخر. اقول لك يا ريت. في الحقيقه يعني تعور اكسبيرينس ما بنعرفش بيفضل دايما كده في جزء المصل مش هيفك ابدا يعني هيفضل في سباز يعني حته كده هيبقى مثلا اخرك تديله مثلا بلس 7 ويفضل عنده 2 دايبترز اكوموديشن يعني سباز في المصل والنيفر بيريلاكس. فاذا واضح كده ان انا الادلت عشان اصلحه العيل الصغير عشان ما عاش كتير بصوا اديته فول كوركشن والهدف ان انا اديله فول كوركشن يعني اديله كل المانيفست ان انا افويد سكوينت. الادلت اديته ايه بصوا؟ هايست توليربل بلس لينس اعلى لينس بلس يقدر يستعمله لان في جزء انا كان نفسي اديله كل المانيفست كان نفسي اديله فول كوركشن برضه بس اضطريت اديله ايه؟ الهايست توليربل ليه؟ علشان ما في جزء من المصري مش عايز ريلاكس. طيب يلا الحل ده الراجل ابو 60 سنه ده خلاص اظن مش محتاجين بقى لان هو نفس الارقام تقريبا. التوتال اللي هو اندر اتروبين يطلع كام؟ واتفقنا عندنا جزء بيصلح بالتون فيكسد رقم 1. فاذا المانيفست الحقيقي بقى لما اطرح ال 10 من الواحد يبقى الجهاز قرا كام؟ من غير اتروبين اصلا الجهاز قرا كام؟ يبقى ما قدرش يصلح حاجه خالص طالما الجهاز المفروض الصوره هنا بلس 10 اندر اتروبين هيتصلح واحد لما التون بتاع السيلري مسل يرجع يعني المفروض المانيفست بتاعه بلس 9 لما قعد على الجهاز من غير اتروبين الجهاز قرا 9 يبقى ما قدرش يصلح حاجه خالص يبقى عنده التسعه كلهم ابسوليوت وزيرو فاكالتاتيف وده منطقي لان الراجل عنده كام سنه؟ و60 سنه اتفقنا الاستاديو بتقول انه بيأكوموديت فقط قد ايه؟ الرابع العاطفي. وبالتالي هنا البني ادم ده اصلا لو انت بتفكر صح محتاج اساسا احط له اتروبين؟ ما انا عارف انه ما عندوش اكوموديشن احط له اتروبين ليه؟ انا بحط اتروبين للناس اللي عندهم اكوموديشن عنيف عشان اخليه يبطلوا واعرف هو عامل اكوموديشن قد ايه مش كده؟ زي ما عملنا في الاطفال او الادلت. لكن اولد ايج نو نيد لان الاكوموديشن بتاعهم اصلا ما فيش فاذا ما كانش في داعي في الحقيقه. لكن انا بقى فاهمك وواضح كده من كلامي
ان كل المانيفست في الاطفال فاكلتاتيف، يعني بيقدروا يصلحوا اي مانيفست قدامهم، وكل المانيفست في الاولد ايج ابسوليوت. شايفين التسعه فين؟ هنا هنا، بصوا هنا التسعه فين، لان ما عندهمش اكوموديشن. وبالتالي الراجل العجوز ده لما هيجي يشتكي اصلا هو اصلا مش عارف يصلح حاجه من الهايبرميتروبيا بتاعته فور فار، يبقى الفار وحش ولا لا، والنير اوحش مش كده؟ يبقى هيجي يشتكي من ايه؟ الادلت اولد ايج ديفكتيف نير اند ديفكتيف فار، طبعا النير اكتر. والبني ادم ده لما اجي اصلحه بنضاره هديله نضاره واحده؟ نضاره اصلح له الفار على الراتب، هديله بلس 9 عشان اجيب له النقطه دي على الراتب. لكن لما يجي يقرا هو اصلا ما حدوش اكوموديشن، يبقى يعمل له نضاره ثانيه مور بلس فور نير، يبقى هيمشي بكام نضاره؟ بير اوف جلاسز مش كده؟ اذا الاولد ايج هيحتاج نضارتين لانه اوريدي ما عندوش اكوموديشن. اذا الاولد ايج مشكلته ديفكتيف فار نير فيجن، والاولد ايج لما صلحته بقى عنده بير اوف جلاسز، واحده فور فار وواحده ايه؟ فور نير. خدتوا بالكم ان الثلاثه اكزامبلز بتوعي هو نفس البني ادم بس نفس الارقام بس هو بيكبر. خدتوا بالكم اللي بيحصل؟ في الاول ما كانش عنده كومبلينز خالص لان الاكوموديشن محترم جدا، بدا يشتكي لما الاكوموديشن اصلا لحيلته قل، فبدا يشتكي من شويه اعراض، ولما اختفى خالص الشكوى اختلفت. وانا كمان بصلح كل سن ليه نظارات مختلفه. الامور دلوقتي تقدروا تقولوا انا قلت اللي انا عايزه. حد عنده اي سؤال؟ مين لسه عنده سؤال؟ انا عندي سؤال. هو انا لما بديله الاول البلاس 5 هو مش كده بديله ايه؟ مش انا اول حاجه بديله بلاس 5 عشان افك السبازم في المسل ده؟ امتى؟ هو عنده 30 سنه. ده تدريج جامد. بتكلمي هنا؟ لا لا مش بديها له مره واحده، لا ببدا بالتدريج برضو من تحت لفوق. ما بديلوش بلاس 5 مره واحده. يعني لو هو مثلا يعني هو قرا بلاس 2 وانا عارف ان المانيفست بتاعه 9 زي ما بعمل، زي ما قلت لك انا بعمل بالظبط، بديله التو الاول وبعدين ابدا ازود نص في نص. بس انا قصدي وهو لا نازل من العاده. يس 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 يس. فالباس 5 دي مش خطر برضو؟ نفس فكره المايوبيان والدايمنشنز بتاعته كلها تبقى بايظه؟ لا لا انت ده 5 احنا اتفقنا لغايه 4 5 لو كان بلس 9 هي دي اللي تبقى نقله كبيره. طالما في نطاق 4 5 دايوبتر الفرق في الحجم عن الواقع مش هيتغير. بالمناسبه نظارات الكونفكس، بما انك فتحت الموضوع كويس، دي حاجه كويسه. النظارات الكونفكس فاكرين الكونكيف بتاع المايوبس كانت بتصغر وتبعد، دي بتكبر وتقرب. العكس يعني هيشوف الحاجات اقرب من الواقع واكبر. بس طبعا بلس 4 بلس 5 هنا عشان المقاس قليل مش هيكون التغيير فظيع، فالعين هيتعود بسرعه. طيب الامور واضحه دلوقتي؟ فهمتوا عن ايه كومبوننتس؟ فهمتوا قيمتها؟ اذا واضح ان الكومبوننتس دي مهمه اكتر انك تابلاي على الاطفال والادلتس، لان الاطفال والادلتس عندهم اكوموديشن محترم. لكن ما كناش محتاجين فكره السايكلوبلاجيك ريفراكشن، يعني ريفراكشن اندر سايكلوبلاجيك اي دروب زي الاتروبين او تروبيكامايد الا في الاطفال، ويعني احيانا الادلتس، لكن اولد ايج نو نيد لهذا او هذه القصه. الامور سهله. كان نكتب في الاطفال الصغيرين اللي هو مثلا اللي هو بلس 9 ده انا كده هو عنده ديفكت كده انا اصلحه له وهو صغير؟ هلبسه النضاره على طول وهتمشي معاه دي على طول؟ هتمشي معاه وهيجي لي فولو ابس طبعا زي ما يوب، لان ممكن عينه تكبر شويه، فلو عينه كبرت شويه البلس 9 ممكن تقل لغايه لما اشوف هيقف عند كام. سن المرحله الثانيه اللي هو 30 لا ما هو خلاص لسه نضاره وهو صغير وفضل يتابع معايا لغايه لما نمو عينه وقف. نمو عينه وقف مش هيزيد تاني، ما هو برده ممكن يوصل لغايه 7 8 سنين ومقاس عينه او حجم عينه يزيد يقرب من النورمال او يوصل النورمال. وصل لسن معين بمقاس معين مش هيتقل. خلاص هيغير مثلا الدايوبتر هيقل مثلا؟ لا ما هو بص يا جماعه، بص يا شباب، ما هو لو هو جاي وهو عيل صغير وخلاص مقاسه النهائي بلس 9 هيفضل بلس 9 فور ايفر، وهنا مش هيبقى عنده مشكله ان يديله التسعه كلهم لان هو لبسهم هو ايه صغير. لكن المشكله بقى ان هو لو هو ده ما لبسش نضاره وجالي وهو هنا، مبدئيا هو ممكن يكون قبل ما يجي لي سكرتين ده يكون جاله سكوينت. لكن لو حتى ما جالوش هنفترض ان التمارين دي ما كانتش كافيه، لان في ناس بيتولدوا الميدا ريكتس بتاعتهم اضعف، فمهما مرنوها هي يا دوب هتبقى قد الناس ريكتس لكن مش هتزيد قوي، فمش هيحصل له سكوينت. فلو ما جاش بسكوينت وجالك هنا يشتكي، هو مش هيشتكي هنا ومحدش جاب وما جالوش سكوينت فيفضل مكمل. لو جالك هنا بقى هتضطر تعمل زي ما انا قلت لك، تدي له اعلى بلس لينس يستحملها، وده عشان هو قاعد سنين طويله عامل ايه سباز. لكن لو هو لبس وهو صغير خلاص ما هو لبس بقى ومريح العضله، يبقى هو اتعالج سخط من هو صغير. فاذا عشان كده بقول لك نفضل دايما الاطفال يجوا لنا في السن ده
عن او يعني في قانون كده دولي المفروض اطفال عن سن دخول المدرسه نعمل لهم ريفراكشن اندر اتروبين عشان نطلع منهم الناس اللي بالمنظر ده عشان ما يحصلهمش سكوينت وعشان ما يحصلهمش سباسم في المصل. فهمت الفكره؟ طيب اظن الامور واضحه دلوقتي. يلا بينا بقى نشوف. احنا خلصنا من مره الكومبلينت مش كده؟ يعني الهيستوري سامبلز البيشنت الاطفال نو كومبلينت ادلتس مشكله في النيرو الاثنوبيا الالم الاولد ايج لا شايف بعيد ولا قريب. طب يلا ساينس. الساينس طبعا هتنطبق على الناس اللي عندهم سيفير اكزل هايبرميتروبيا يعني صغيره قوي والعين الصغيره هتصغر فيها كل الدايمنشنز عكس الميوبيك اي. فاكرين هناك قلنا الكورنيال دايمتر كبير هنا الكورنيال دايمتر اقل. هناك في الميوبس قلنا الاي سي ديب هنا الاي سي شالو. هناك البيبل كانت لارج هنا البيبل سمول. كل حاجه بتصغرها لدرجه ان حتى قاع العين قاع العين اللي احنا اتفقنا المفروض يبان لونه ايه؟ احمر مش كده؟ هنا هيبقى مور برايت ريد ريفلكس لان انا عيني وانا بفحص العيان الرتنه بتاعته قريبه والكرويت قريب من عيني فهشوف الريد ريفلكس مور برايت. مش بس كده هاخد بالي ان الفيسلز والرتنه كلها از يقول ويفي. ويفي ليه؟ لان احنا بنتولد الرتنه بتاعتنا ستاندرد حجمها ثابت. عشان كده حتى لو تفتكروا في الميوبس لما العين كبرت الرتنه اتشدت وحصل فيها هولز وحصل فيها ديجنريشنز. هنا العكس لو العين فضلت صغيره انت بتتولد الرتنه بتاعتك حجمها متكامل فهتلاقي الرتنه مكرمشه شويه ويفي رتنه مع ويفي فيسلز. اذا ده شكل الرتنه في عينينا. طيب كمان مخرج الاكسونز المليون اكسونز هما جايين يخرجوا من عين صغيره هيبقى التزاحم بتاعهم زياده قوي يعني سو كراودد. وهنا طالما كراودد بسرعه عنيفه وهو احنا اتفقنا مخرج الاكسونز في الاوبتيك ديسك ياخد لونه احمر فلما الاكسونز تبقى متزاحمه جدا فاللون بتاع الديسك هيبقى مور هايبريميك يعني مور رد. وكمان الاكسونز بتركب فوق بعضها لان المخرج ضيق بدل ما كانوا بيخرجوا كده هيخرجوا كده شايفين بدل ما يخرجوا متوزعين هيخرجوا راكبين فوق بعض فتحس ان الديسك يبدو وكانه اليفيتد فده بيدينا فولس امبريشن وكان الديسك انفلامد حاجه بنسميها سودو بابيلايتس. بابيلي يعني ديسك اذا سودو بابيلايتس ليه؟ لان الديسك مور هايبريميك مور اليفيتد نتيجه الكراودد اكسونز والمخرج الضيق بتاع هذا هذه الاكسونز. اذا العين صغيره عرفنا ازاي دايامتر الكورني اقل اي سي دبس اقل بيبل سايز اقل ريتنا ويفي الفيسلز الريتنا ويفي كمان مور برايت ريد ريفلكس الديسك يبدو مور هايبريميك وكانه انفليم. كمان لو تفتكروا في الميوبس كده انا عايزك تعدي تذاكر الموضوعين نكتبهم ان بارلل عشان ذاكر ايتيولوجي ايتيولوجي هتلاقيهم عكس بعض في ايتيولوجي الساينز هتلاقيهم عكس بعض. فاكرين الميوبيك بيشنت قلت لك احيانا تبص في عين الانسان هاي ميوبيك يجي لك انطباع كاذب ان عينه حولت لجوه ده ابارنت ايزوتروبي. وقلت لكم دي هنأجلها حاجه ليها علاقه بانجل الفا هنقولها مع الاسكنت عشان ما تتلخبطش. وهنا العكس البني ادم تبص في وشه يجي لك انطباع كاذب انه عينه سكوينتد اوت اكزو. طب ليه برضو انجل الفا؟ مين انجل الفا؟ والله لسه ما قلتها هقولها كويس قوي هتفهمها كويس قوي ان شاء الله بس لازم ادخل في السكوينت عشان تقدر تفهمها فانا مش عايز ابدا في تو شابترز سؤال مع بعض. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ هنا سهله بقى فاكرين الكومبليكيشنز بتاع ميوبيا كان كتير قوي لكن هنا تو كومبليكيشنز ما لهمش تاني واحد منهم انتوا عارفينه. لا الاثنين انتوا عارفينه لما تكون الاي سي شالو لما الانجل ايه؟ مش ده كان بريديسبوزنج فاكتور نوع جلوكوما اسمه كلوزد انجل جلوكوما؟ ارجعوا النهارده للكلوزد انجل جلوكوما هتلاقيني كاتب لك بريديسبوزنج فاكتور شورت اكزيال لينز يعني عين صغيره اللي هي هايبرميتروبيك اكت. ارجعوا لنا النهارده عشان تربطوا الكلام ببعضه هتلاقيني كاتب لك كده فبالتالي منطقي جدا مع الهايبرميتروبيا هتلاقيني كاتب لك كومبليكيشن اسمه كلوزد انجل جلوكوما. بص كمان سكوينت لسه قايلها حالا ايه فكره السكوينت؟ ان البني ادم الهايبرميتروبيك على طول الريفلكس بتاعه شغال اللي هو فيه اكوموديشن والاكوموديشن اتفقنا طول الوقت كونفرجن طول الوقت كونتراكشن في الميديا ريكتس بتتمرن زياده فتبقى اقوى من الانتاجونست فالعين تحول لحول حقيقي ترو سكوينت بس المره دي ترو سكوينت ازاي؟ ايزوتروبيا او كونفرجن. وطبعا لو الحول الحقيقي حصل يبقى الاحساس الكاذب اللي كان عندك الابارنت اختفى. اذا الابارنت هيكون موجود لو ما حصلش ترو سكوينت لكن وانس ان ترو سكوينت حصل وده احنا خلاص فهمنا تفسيره هيكون كونفرجنت الانطباع الكاذب
ان العين سكوينتر مش هيكون موجود. اذا ترو كونفرجن سكوينتر. طيب هاو تو كوركت هايبرمتروبيا؟ هاو تو كوركت هايبرمتروبيا نمبر 1 جلاسز قلناهم صح؟ قلنا الطفل الصغير هديله كل الكوركشن بتاعه فول، هديله كل المانيفست تو افويد ايه؟ سكوينت. الادلت عشان عايش كتير وعنده سباز هديله الهايست توليربل عشان ريلاكس الاكوموديشن على قد ما اقدر. الاولد ايج بير اوف جلاسز واحده فار واحده مور بلس فور نير. انا هقول لك هتلاقيني كاتب لك اس بلس 3. ايش معنى بلس 3؟ يعني بنزود دي ثلاثه تحديدا. هنعرف لو انت لو فيكم حد انترستد يعرف احنا ازاي بنحسب مقاس نظاره القرايه هبينها لكم مع موضوع اسمه بريسبايوكيا. بريسبايوكيا ده موضوع لسه هنعرف بريتر في الايرورز. هنعرف ازاي بنحسب مقاس نظاره القرايه ده فيكم انترستد يعرف اصلا. طبعا الحل الثاني غير الجلاسز احنا عندنا كام حل لاصلاح اي ايرور؟ كونتاكت لانسز. الحقيقه الكونتاكت لانسز هنا في الهايبرمتروبيك بيشنت ليس توليربل. ليس توليربل يعني مش مريح. ليه بقى؟ اولا الفيتنج بتاعها ثبتها في العين الهايبرمتروبيك اقل، ده نظر لان الكورنيال دايمتر غالبا بيكون اصغر، الكيرفيتشر مختلف شويه عن الناس الميوبس. الكورنيا كل ما كانت كيرف والعين كبيره الكونتاكت بقى فيتد احسن. مش مهمه دي، طبعا تفضيل العدسات في تطور فاكيد هيعرف يعملوا عدسات بتبقى فيتد كويس. لكن الاهم الهايبرمتروبيك بيشنت عكس الميوبيك، الميوبيك بيحب العدسات اللاصقه ويشوف بيها رؤيه امتع وافضل من النضاره. العكس الهايبرمتروبيك بيحس ان صوره الريتنا مريحه اكتر بالنضاره من الكونتاكت الكلر يرفضها ما بيحبهاش. والدليل هسال سؤال كده للناس الميوبس اللي قاعدين معانا في القاعه، انت وانت لابس نظارتك لما بتحب تركز على حاجه تبقى نفسك تقربها من عينك اكتر تدخلها جوه عينك بيحصل ولا لا؟ لكن حد لاحظ الموضوع ده ولا محدش لاحظه؟ قولوا لنا الاحساس ده يا جماعه. ايوه محدش رد ليه؟ ايوه ها؟ بحب ابعد مني النضاره وانا لابس النضاره؟ لما تحب لما تبقى لابس النضاره بتبقى عايز لا برضه بتضايقني هحطها على ماي ادج. ده لا خالص ده عكس ده حدك مش خاصه غلط بقى انت رايك شفت لا اللي بيحط النضاره عند الايدج هنا الناس الكبار عندكم لما يجوا يقروا الجورنال او يقروا يحطوها هنا يعني اذا الناس اللي لابسه عدسات كونفكس هي اللي بتبقى عايز تلبس النضاره بعيد عمليها. لكن الناس المايوبيك عشان يشوف احسن بيقرب يحاول يلزق النضاره من عينه اكتر وده ده واضح كده. وده طبعا ده ودن رينج يا جماعه. ودن رينج يعني ايه؟ ما ينفعش واحد لابس كونفكس لانس نضاره يعني بلس ويحط النضاره هنا عشان يشوف احسن. لا ما هي فيها رينج، النضاره معموله بمقاس للرينج. برضه الناس المايوبس ما ينفعش النضاره بتاعته يقلبها نفس المقاس يقلبه كونتاكت والا كان النضاره بقت نفس مقاس الكونتاكت. لا لا الكونتاكت عشان احسب اقلب مقاس النضاره الكونتاكت ليها حسبه ثانيه خالص. فاذا وزن رينج كل ما الناس المايوبس قربوا العدسه من عينهم كل ما يشوفوا رؤيه مريحه اكتر. والعكس الهايبرمتروبس كل ما بعدوا النضاره يعني بعدوا العدسه شويه عن العين كل ما شافوا رؤيه افضل. عشان كده الهايبرمتروبس يحسوا بالكونتاكت ان الصوره مش مريحه قد النضارات والعكس المايوبس. طيب اذا لكن في ناس طبعا هايبرمتروبس كتير بيلبسوا كونتاكت. في عمليات كمان ريفراكتر. العمليه الريفراكتر هي الليزك. طبعا الليزك ده لو كان الموضوع بتاعي اجزيا. لكن على فكره في ناس عندهم كورنيا بلانا الحل الريفراكتر ان اشيل الكورنيا اعمل كرياتو بلاستي. الكورنيا بتاعته فاشله جدا ومش عايز البس نظارات ممكن اعمل له كرياتو بلاستي. لكن الليزك لو الكورنيا طبيعيه وانا عايز اغير مكان الصوره بالنسبه للريتنا يعني العين قصيره هتقولي طب ازاي ليزك؟ هو برنسبل بتاع العمليه غريب شويه لكن هقوله لك. وبص معايا بقى البرنسبل في الاخر بعد ما اقول لك نصيحه لو تعرف حد هايبرمتروبيك ما تخلوش يعمل ليزك. الفكره في الليزك في الهايبرمتروبيك بيشنتس كده عكس المايوبيا بصوا هنعمل ايه؟ هنحت البريفري. لما انحت البريفري السنترال اريا تبقى ريلاتيفلي مور كارفد وده بيزود الباور سنه بتاع الكوني. ولما الباور بتاع الكوني سنه يزيد الصوره بدل ما هي ورا تطلع لقدام شويه. عارفين اخرنا بنصلح كام؟ العمليه دي اخرها بتصلح بلس 4 بلس 5
ده كلام عبيط جدا، لان اكيد اللي عايز يقلع نظاره وازاي منع هو البلاس بتاعه اعلى من كده بكتير، بلاس 9 بلاس 10 هم دول الناس اللي عايزين يقلع نظاره، لان اصلا اللي عنده بلاس 4 وبلاس 5 ده ما عندوش مشكله اصلا، لو ما يحب يقلع نظارته لما يتخنق منها يقدر يلحقها ولا لا، لانه عنده ايه؟ فاذا هو مش مرتبط بالنظاره قوي الهايبر ميتور زي ما يوكي، لانه عنده حل يحسن بيه الصوره ده اسمه اكوموديشن. فلو انا عايز اخرج خروجه مش عايز البس نظاره وعيني فيها حساسيه من الكونتاكت او الكونتاكت بيضايقني، ما الحق واخرج ساعتين ثلاثه، ايه الاكوموديشن ساعتين ثلاثه مش هيعمل لي صداع ولا وجع في عيني، مش هلحق يعني، مش هقعد طول اليوم يعني. فاذا هنا نصيحه، لو حد عايز يعمل ليزك وهايبر ميتروب قول له لا، الا اذا كان الهايبر ميتروبيا بتاعته فعلا يعني مضايقاه لدرجه ان هو حتى بيجي له صداع مجرد ما يقلع النظاره ويمشي كده ساعه يجي له صداع، لا ماشي خلاص يجو اون. لكن انا اعتقد مش حد هيحصله ذات فاست هيدك او اوكلر بين يعني اثينوبيا لو قلع النظاره ساعتين ثلاثه وهو بلس 4 بلس 5. فاذا النصيحه مفيش داعي بقى تعمل عمليه وتدفع فيها فلوس وتغير في السلف سكونيا علشان عايز تستغنى عن النظاره وانت بلس 2 بلس 3 لان انت اوريدي وكان ريموف جلاسز مش كده. فاذا دي فكره الليزك في الهايبرميتروبيك بيشنتس. طيب كده الهايبرميتروبيا خلصت. اهم ايتم طبعا واعتقد احنا طلعنا منه كل الداتا هو الكومبوننتس، فهمتنا الكومبلينت ليه بالمنظر ده عند كل ايج جروب، وفهمنا الجلاسز بتمشي ازاي الكوركشن. فاذا لو فهمت كومبوننتس انت فهمت هايبرميتروبيا على الاطلاق. يلا بقى نروح للموضوع ده، هنبداه دلوقتي 10 دقايق كده وبعد كده نكمل بعد الراوند استيجماتيز. انتوا خدتوا ايروس طبعا في الكليه حد عايز يصور يصور يلا عشان همسح صور يا عشان نلحق عشان الراوند بتاع الوقت ده. محمود صلاح فتوكل هات لنا نص ايه ده؟ لا لا حته صغيره جدا كده دي احلى من دي. طب مش عارف ده انا مش عارف ده مش عارف ده مش عارف ده ريفلكس ده صوت عادي لو ما يبقى مش عارف طيب وعايز لك حاجه طيب دي وعايز يتحرك من غير احنا بنطلعها في جنب طلعت ايوه 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 ايوه. بصوا يا جماعه احنا اول نوع ايرور او اول تايب اوف ريفلكشن مش ايرور في الحقيقه كان الانسان الايميتروب. الانسان الايميتروب كانت صورته بتتجمع في نقطه عاريه تمام. يعني كان نوع ايرور اسمه مايوبيا. لايت ريس كانت بتتجمع في نقطه قبل الريترا. احنا كان نوع ايرور اسمه هايبرميتروبيا لسه مخلصينه. دلوقتي هنتكلم عن نوع اسمه استيجماتيزم. احنا اتفقنا استيجماتيزم دي كلمه مركبه. ايه يعني نو ستيجما يعني بون؟ ده بالعربي اللا نقطيه. فإذا لو عايز احط ديفينيشن للاستيجماتيزم it's a condition of reflection after stumble with accommodation completely addressed. Incident parallel rays falling on the eye will not come at the point of focus اصلا. Will not come in at the point of focus. Instead, it will be focused at the line. This due to that the eye has different powers at different meridians. العين ليها اكتر من power في اكتر من meridian. مين بقى meridian دي هنفهمها حالا. زي ما عملنا كده في الهايبرميتروبيا هقعد بالظبط 10 مينتس ودول هنخلص فيهم الحته اللي انا عايز اقولها. وبعد كده لو في حد عنده سؤال قبل الراوند بسرعه يساله وكده تروح الراوند تايب. طيب اذا الاستجماتيزم الفكره تاني الرايز هتقع على ايه؟ هتتجمع نوت ويل نوت بي فوكس ات بوينت انستد تو بي فوكس ات اي لاين. ليه؟ الاي هاز ديفرنت باورز ات ديفرنت ميريدينز. عشان نفهم يلا نشوف الكوزز. قد يكون سبب الاستجماتيزم بالانتيكولر يعني مشكله عند مين؟ اللينس. مره خدناها قبل كده ده فاكرين ده؟ لينس سبلكسيشن. ده معناه ان اللايت رينج لما تيجي تقابل اللينس هتقابل اللينس ات ديفرنت ليفلز. في لايت رينج تقابل اللينس بدري واحد ورا شويه واحد ورا اكتر هي هقابل اللينس ورا اكتر وبالتالي طب ات ديفرنت ليفلز يبقى عندي ديفرنت بوينتس اوف فوكس. وطبعا ده برضه سمعنا عنه مع المايوبيا ده اسمه لينتيكونس مش كده؟
لينتي كونس يعني معناها اللايت ري عندي هنا هيحصل له ريفلكشن مختلف عن اللي هنا عن اللي هنا قلت لك عندي بوينتس مالتيبل بوينتس برضه مش نقطه واحده. مش هنتكلم تاني على اللينس، هي اللينس بتعمل انه يعني استيجماتيزم في التو ديزيز دول وما لهمش قيمه حاجات غير وده كده كده خدناه لوحده موضوع كامل اسبابا وكلينيكال بيكتشر وكل حاجه مع اللينس وبالتالي اللينس كونس ده حاجه غير مش عليك اصلا. لكن تعالوا نروح بقى للاهم باي انسنس كده الكورنيال استيجماتيزم طبعا لا هي النسبه الاكبر بصوره شاسعه يعني تقدر تقول more than 90% of astigmatic patients due to corneal changes corneal astigmatism. عند نوعين بقى من الكورنيال irregular وregular. irregular corneal astigmatism هما سببين هقولهم وبعدين نتكلم على المنطق. irregular قد يكون بسبب ان الكورنيا فيها كده ده اسمه ايه ده؟ كراتو كونس. او لو الكورنيا بتاعتي فيها كده سكار. طب ليه بقى النوعين دول قلنا عليهم irregular؟ لما يكون دايما عندك مرض في حاجة regular وحاجة typical حاجة irregular أو typical يبقى الأول والأولى تتكلم على irregular أو typical لأن ده أكيد في قوانين معينة بتخليك تقول rules إن ده regular وبالتالي في مخالف هذه rules يبقى أكيد النوع التاني العشوائي اللي ملوش منظر ده. فإذا تعالوا نشوف irregular astigmatism. by the way الريجولار استيجماتيزم يمثل 90% من حالات الكورنيال استيجماتيزم والريجولار استيجماتيزم ده هو الاكثر شيوعا وكمان لا يوجد له تفسير غير عامل وراثيه هيرديتوري. يعني اذا كل اللي عندهم ريجولار استيجماتيزم مفيش عادات معينه سيئه عملوها في حياتهم جابت لهم هذا الاستيجماتيزم هو عامل وراثيه فقط. طب ايه اللي هيحصل؟ الكورنيا بتاعتنا بدل ما هي عدسه واحده كده جزء من كوره وبالتالي اي لايت ري بيخترق الكورنيا دي بيحصل له ريفراكشن بنفس المقدار وبالتالي صوره بتتجمع على ريتنا في نقطه. اللي هيحصل ان الكورنيا بتاعتنا هتتقلب كده ميريدينز شرائح وكانها مالتيبل لانسز. بصوا معايا انا ترى الكورنيا غريبه قوي عايز اقول لك ان الفيرتيكال ميريدين ودايما خط الطول بالنسبه لنا بيبقى عليه خط ال 90 خط العرض ده بيبقى عليه خط 180. اذا الفيرتيكال ميريدين عندي مثلا في المثال بتاعي ده مثال من عندي قالت لك 42 ده اكتر الميريدين اللي بعده 43 الميريدين اللي بعده 44 الميريدين اللي بعده 45 الميريدين اللي بعده هوريزونتال ده اللي هو 180 46 وبعدين يكرروا تاني 45 44 43 لغايه ما نوصل 42. ايه رايك كده المثال بتاعي ده اذا ريجولار استيجماتيزم ليه عندي تو رولز لازم ينطبقوا يكونوا موجودين على الكورنيا علشان تقول دي فيها ريجولار استيجماتيزم. A two rules. Our rule, oh, and two major meridians. لازم يكونوا perpendicular. من two major meridians, the meridian اللي أعلى power والmeridian اللي أقل power. مين أعلى وأقل power في المثال بتاعك؟ 42, 46. إذا هنا في المثال ده perpendicular ولا لا؟ Yes, perpendicular. واحد منهم vertical والثاني horizontal. طالما بينهم زاوية 90 يبقى اذا كده اول شرط انطبق عندي موجود. الشرط الثاني ان الترانسميشن بين ذيس تو ميجور ميريدينز ماست بي جراديوال. خدت بالك من 42 46 ماشي بترتيب تصاعدي تدريجي منتظم 43 40 او العكس من 46 42 ماشي 46 45 40 اذا ده ريجولر. يبقى واضح بقى النوع الاولاني ده الكورنيا بقى كيكة يعني ايه 52 38 45 35. ايه ده انت كل ما تشوف ميريديان تفتكره ده اعلى باور تلاقي ميريديان تاني بعديه بشويه اعلى وكل ما تشوف ميريديان تفتكره اقل باور تلاقي فيه واحد تاني بعديه اقل واعلى رقم انت شفته قابلته واقل رقم ما لهمش علاقه ببعض مش بيربنديكولر. اذا الترتيبه الرصه العشوائيه دي لا ينتج او لا تنتج الا عن طريق فايبروزز بيكونتراكت بطريقه عشوائيه فكل حته بقت في مكان لوحده كل باور بقى ما لهوش علاقه بالتاني. فاذا اذا واضح ان الاريجولار استيجماتيزم الكوني ما لهاش مواصفات ما لهاش شكل لانها الله اعلم بقى ان ممكن تلاقي ارقام غريبه جدا في حته هنا ثانيه. فاذا الكوني ما لهاش قانون لكن اللي فيها قوانين هي مين؟ الريجولر. امتى اقول الريجولر؟
التو ميجور ميريدينز ماست بي بيربنديكولار والترانسميشن لازم يكون جراديوال كده. لو دول موجودين اذا كده ايكوال ريجولار استيماتيك خلاص. خدت بالك من كلامي؟ انا قلت لك ان التو ميجور ميريدينز ماست بي بيربنديكولار، لكن هل انا قلت لازم التو ميجور ميريدينز واحد منهم قانون يعني يبقى vertical والتاني horizontal؟ لا لا ما قلتش. انا قلت لازم يكونوا perpendicular وخلاص. يعني وارد تقابل بني ادم تاني الكونية بتاعته كده. يكون برضو دي زاوية قائمة. يعني مثلا مثلا يكون هنا 60 مثلا. طبعا المفروض كنت مايل ده كده سنة. لكن ماشي 60 درجة. ده مثلا 150 درجة. 60 ل 50 150 كام؟ فريق 90 برضه. اذا ده كده ريجولر. لو لو كمان الترانزيشن جراديوال اه ده ريجولر طالما التو ميجور بيربنديكولار. بس ده هسميه ايه؟ ده ستريت. هسميه ستريت استيجماتيزم ستريت ريجولر. لكن ده هسميه ايه؟ اوبليك. ايه ده يعني؟ اذا عندي تو سب رولز بقى. ايه السب رولز؟ اذا اول تو رولز عشان اصلا الاستجماتيزم يبقى ريجولر. خلاص لو بقى ريجولر عشان اعرف نوعه عندي سب رولز بقى. اعرف نوع ريجولر اول قانون في ال او عشان تعرفني انواع الاستجماتيزم ريجولر عندي منه ستريت اور اوبليك. امتى اقول ستريت؟ ستريت لو تو ميجور ميريدينز وان اوف ذم از فيرتيكال اند ذا اذر از هوريزونتال. اوبليك لو تو مين ميريدينز تو ميجور ميريدينز بيربنديكولر لكن خدوا اي بوزيشن غير الفيرتيكال والهوريزونت اي زاويه ميل تاني. بصوا بقى اخر سب رول عشان يبقى حاطين لنا بيزس وممكن نمشي بقى كده. ال upper eyelid بتاعنا resting فوق الكورنيا او ال upper 1/6 of cornea مش كده الاناتومي اللي قلناها. بس ال upper eyelid ده ليه وزن. اذا ال upper eyelid بتاعنا وزنه دايس على العين من فوق. اي حاجه الاستيك على فكره زي هات كوره ولو دوست على الكوره كده بيقول عليها بالبلدي بيتبوظ يعني الكيرفتشر بتاعها بيزيد مش كده. يعني اذا واضح ان وزن الايليد لو داس على عين من فوق هيخلي الكيرفتشر زياده شويه لان دي وزن وبيعمل كومبريشن بيضغط عليه. اي كيرفتشر لقينا ان بتزيد الكيرفتشر بتضغط عليها اكتر هو الفيرتيكال ريدي. هتقول لي ايه ده؟ يعني انت عايز تقول بما ان احنا كلنا مخلوقين خلقه ربنا عندنا ابر اليد. الابر اليد لما داس على الكورنيا بتاعتنا من فوق هيخلي الفيرتيكال ميريديان بتاعنا مور كيرف ده باقي الكورنيا. يس ده درست كورنيا. يس هو المفروض الكورنيا كلها باور كام؟ اه هتزيد بس هتزيد حاجه طفيفه طبعا يعني 42.5 مثلا 42.3 كلام فاضي بالنسبه للباقي. بس هي دي خلقه ربنا. وده على فكره بنسميه فيسيولوجيكال استيجماتيزم. دي حاجه ضئيله جدا لا تذكر بس هو ده قانون ده خلقه ربنا. فلما يجي لي بني ادم بقى عنده باثولوجيكال استيجماتيزم استيجماتيزم باثولوجيا يعني الكورنيا بتاعته اتلخبطت بقى فيها باورز كتيره والاقي الفيرتيكال ميريديان في هذا الباثولوجيكال استيجماتيزم اقوى اقول ان الاستيجماتيزم ده ويذ ذا رول. يعني اذا اف استيجماتيزم بتاعي ستريت لو الفيرتيكال مور باورفول اقول الاستيجماتيزم ده ايه ويذ ذا رول زي ماشي مع خلقه ربنا. لكن لو لقيت الفيرتيكال او يعني الهوريزونتال هو الاقوى الفيرتيكال اضعف الهوريزونتال اقوى هو ده ايه اجانس ذا رول. ايه رايكم المثال اللي انا كاتبه لكم على البورد ده بقى ده ستريت اهو ده ستريت ليه عشان التو ميجر واحد فيرتيكال وثاني هوريزونتال. ايه رايكم انا عم مزاجي جبت لك واحد كده الفيرتيكال 42 والهوريزونتال 46 كده مين اقوى فيهم؟ يبقى ده ويد ولا اجانس؟ اجانس. لو كنت عاكس يعني جايب 446 وتحت 42 يعني ده الفيرتيكال هو الاقوى كنت قلت ويد. اذا خلاص انت عندك تو رولز عشان اساسا الاستيجماتيزم تقول ريجولر. التو رولز التو ميجور لازم يكونوا بيربنديكولار والترانسميشن لازم يكون جراديوال كده خلاص بقى ريجولر. عشان احدد نوع الريجولر ستريت ولا اوبليك ابص على التو ميجور. لو لقيت واحد منهم فيرتيكال والتاني هوريزونتال يبقى ده ستريت. اي وضع تاني يبقى ده اوبليك. ولو ستريت لو سمحت شوف لي مين الاقوى. لو الفيرتيكال اقوى هتقول لي ويذ ذا رول هوريزونتال اقوى هتقول لي ايه ده في الستريت بس
فهمتوا كده انواع الاستجماتيزم؟ دي الانواع في الستريت بس اه ده في الستريت فقط او اف ستريت لازم لان الاوبليك فيه تو اليمنتس اللي تو اليمنتس فيهم فيرتيكال يعني الاثنين ميجور فيهم فيرتيكال اليمنت ما ينفعش تقول مين اقوى هو. اذا ده لا ينطبق قصه ويز ولا جاز على مين على ستريت. بليز نحفظ الكلام ده في دماغنا لان احنا هنكمل عليه بقى بعد راوند ان شاء الله. دكتور بعد راوند مش عارف ليه البوينت اللي بطلعنا من الريتنا دي تمام اه يعني اول في بوينت نبدا ان شاء الله عشان بص وفي حاجه ثانيه بتطلع بالفيرجنز.